أنا ألماني، أنا ألماني، أنا ألماني، بحب مصر. 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 بالعربي بغني، بتكلم وهني، بالعربي بغني، بتكلم وهني، ولما أزورك هتكلم بالعربي، ولما أزورك هتكلم بالعربي، عربي 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 عربي. أنا عايز أتكلم عربي، أنا عايز أتكلم عربي، وأنا عايزة أتكلم عربي، وأنا عايزة أتكلم عربي. أنا ألماني، أنا ألماني، أنا ألماني، بحب مصر. أنا ألماني، أنا ألماني، أنا ألماني، بحب مصر. مساء الخير أستاذة منى. مساء النور، أهلا وسهلا بحضرتك. يعني الحقيقة أنا مش قادرة أقولك أنا سعيدة إزاي بوجود حضرتك معايا النهاردة. كنت لسه بقول في المقدمة إن مصريين كتير بيعيشوا برا مصر بيعانوا قوي من فكرة الحنين لمصر، بس مش كل اللي بيبقى عنده هذا الحنين بيحول هذا الحنين لمنظومة جسر ثقافي يقدر ينقل فيها مجتمعه وعاداته وتقاليده وثقافته لمجتمع تاني قرر انه يعيش فيه. انت فكرتي في ده ازاي وليه؟ الحقيقة لان انا ما سبتش مصر ولا دقيقة، يعني هي من اول ما خرجت من مصر وانا حاطة مصر في قلبي قبل ما تكون في عيني وفي ضميري. فأنا كنت أدرس 5 سنين في كلية الفنون الجميلة في القاهرة، وخلصت وقلت أعمل دراسات عليا، فاخترت ألمانيا في الأكاديمية العليا للحفر وفن الكتاب، على أساس أنه هي المتخصصة في دراسة إخراج الكتب. فبدأت الفكرة في ترجمة كتب مصرية أصلها مصري، فبدأت بإيزيس وأوزوريس، وبدأت بقصة مصرية تانية، وبعدين تطورت المسألة انه بدأت كنت اول مصرية تدخل الأكاديمية دي، فعملت البحث بتاعي عن الرموز الشعبية المصرية المستخدمة في التقاليد الدينية والسحرية. فبدأت ادور على رموز الوشم، حد الزعف، وايه اللي بيحصل في مصر فيه مش موجود في ألمانيا خالص، المولد النبي، الحاجات اللي هي مصرية قوي، لان هي دي التراثنا. وثبت كمان انه كل الرموز الأوروبية والمصرية تقريبا الانسان واحد في كل العالم، ما بتفرقناش الا لغة، لكن الضمير انساني واحد لانه من رب واحد. يعني اشمعنى اخترتي موضوع رسالتك عن الرموز السحرية؟ اشمعنى اخترتي الموضوع ده؟ الرموز الشعبية، اخترت الرموز الشعبية المصرية، هي الفكرة اللي اخترت مصر، فهو ده كان الهدف. يعني انه بعدين انه كنت اول مصرية تدخل الأكاديمية دي، فالجنسية الأكاديمية، فلقيت انه كلمة مصرية دي مسؤولية مش جنسية. يعني لما يكون انا اول واحدة يقابلوها من المصريين، فلازم اقدم كل ما اقدر اقدمه من شكل يعني راقي ومتحضر، عشان دي سمعة مصر. وبعدين لما وجدت نفسي موجودة جوه المكان ده، فبدأت أعمل مشروع اسمه عالمنا الملون. كلميني بقى عن عالمنا الملون كده، اشمعنى عالمنا الملون، وعملتي فيه ايه، وقدمتي فيه ايه، خصوصا انه
يعني حضرتك عندك مواهب متعددة، يعني انت رسامة عظيمة، انا شفت اللوحات حاجة يعني مش قادرة اوصف لك احساسي بجمالها، خصوصا اللوحات اللي فيها شكل يعني ملمح مصري، وهي كتيرة الحقيقة، وبتغني وبتألفي وبتعزفي، فاحكي لنا كده عن تجربة عالمنا الملون دي. والله أنا كان همي الأساسي عمل شيء يجمع العالم كله ويحترم التنوع ويبتعد عن التعصب ويحبب الناس في بعضها، لأنه ده كان هدفي، أنه من الإنسان للإنسان، عشان لما أعمل مشروع يعرف الأطفال في ألمانيا إيه هي مصر، إيه الحضارات جوه مصر، وإيه إحنا مصريين عبارة عن إيه، فهيبقوا عمرهم ما هيكرهوا العربي أو المصري أو الآخر يعني. فهي الفكرة تعليم اللغة العامية المصرية جات الأول في إطار المشروع ده اللي أنا عملته، كتبت الكونسبت بتاعه وقدمته لوزارة الثقافة في ألمانيا، ورحبوا جدا جدا بالموضوع ده، ونشرته في أكتر من 150 مدرسة إلى أن استقريت في هيئة تعليمية. وحبيت ان انا اعرف الولاد مش كل حاجة انت ما تعرفهاش تخاف منها، لانه الثراء بيجي عن طريق التنوع والتقبل. انا ضد العنف بكل اشكاله، لكن هي دي الفكرة اللي انا حبيت ان الاطفال والكبار يقتنعوا بيها. ابتديت اكتب اشعار، انا مسلم ومسيحي، انا كل الاديان، انا اصلي من اصلك، انا اسمي انسان. ودي ابتديت أغنيها بالألماني وبالعربي، والناس، وعملت برضو ميوزيكال في الأوبرا في ألمانيا، لغاية بقى ما الموضوع تطور وتطور. ولم يعني أنا بشتغل يوميا، يعني أنا بدرس 450 طفل وبرسم يوميا، يعني بشترك في الموسيقى، هي زي ما شايفة اللوحة، محبة، سلام، كل القيم الإنسانية. خليني بحاول بقى إيه؟ ناخدهم واحدة واحدة. أولاً اشمعنى ابتديتي بالأطفال؟ ده أكيد سبب، أكيد في تارجت في بتفكري فيه وقتها، إنه يعني عندك هدف، هل لأنه الطفل ده بقى في المستقبل، هو يعني هو ده المستقبل، هو اللي سهل تشكيله؟ وبعد ما اشتغلتي مع الأطفال، اللي أنا معلوماتي إنه ابتديتي تشتغلي من أولى ابتدائي لحد الجامعة. أيوه بالظبط. بداية اشتغلتي ليه في الأول مع الأطفال، وبعد كده يعني استكملتي جميع مراحل التعليم يعني؟ هو لحضرتك أنا بنت راجع ناية، اللي هو طبعاً أول من طبعاً تكلم على كلمة مستقبليات. فالأطفال هم مستقبل العالم، والسلام هو الحل لكل اللي احنا فيه. ولهذا السبب أنا ما زلت بدرس للأطفال. أنا خدت تصريح تدريس من أولى ابتدائي للجامعة، وأنا المصرية الوحيدة اللي حاصلة من وزارة التربية والتعليم الألمانية. لما وصلت لكده قررت أرجع تاني بعد ما درست للكبار للأطفال، لأن هم دول حجر الأساس اللي ما هنغير بيهم العالم كله. فالتعليم، هم الناس بتقول في مصر التعليم في الصغر كان نقش على الحجر. فهي الفكرة، أنا فعلاً لقيت الأطفال دول متحمسين وجبتهم مصر، وأنا بنزل مصر تقريباً مرتين على الأقل في السنة، واشتغلت في مصر في المدرسة بتاعتنا، ورسمت على الحيطان مشروع اسمه كلمة وحائط على كل القيم اللي احنا بنبحث عليها، الالتزام، الابتكار، الوفاء، وده كتبته على حيطان المدرسة. فهي دي الفكرة. طب لما جيت اشتغلتي بقى مع الأطفال، إيه المنهج اللي اتعاملتي بيه في تعليمهم العامية المصرية؟ لأنه العامية المصرية أصلها حاجة صعبة قوي. ليه؟ لأنه ممكن أقول كلمة هي مدلولها حاجة تاني، يعني أنا ممكن مثلا أقول أصل ده فظيع قوي وأنا قصدي بيه أنه جميل قوي، فالعامية مش حاجة سهلة قوي كده. إيه المنهج اللي اتعاملتي معاه بيهم، وفي نفس الوقت إيه أكتر حاجة هم كانت يعني مستصعبينها كده، مش عارفين يستسيغوها يعني؟ بص، هقول لحضرتك أهم وأجمل طريقة لتعليم أي شيء في الدنيا، الحب، حب الشيء الذي الإنسان بيعمله، فالضمير والحب. فهي الفكرة، الأطفال لما بيحبوا المدرسة بياخدوا أي حاجة، والطفل زي ما احنا، أنا وأنا طفلة كنت في مدرسة رهبات فرنساوي،
وكان لازم ندرس كتب بالفرنساوي ونتكلم فرنساوي في المدرسة. فأنا سألت نفسي ليه إحنا لازم نتعلم لغة الآخر والآخر ما يتعلمش لغتنا في إطار المنهج التعليمي بتاعه زينا بالضبط. فهي الفكرة ده كان لما أنا عندي دلوقتي القدرة أن أنا أحط منهج تعليمي في ألمانيا، فليه ما حطوش من أصل مصري؟ يعني ليه ما يبقاش وجودي وجود بشكل بنفس المستوى اللي أنا تعلمت بيه في مصر المنهج الفرنساوي؟ فلهذا السبب بدأت الولاد بيتقبلوا أي حاجة، يعني بيتقبلوا أي معلومة وبينطقوها، وبعملهم عن طريق الغنى طبعا. يعني أنا بغني، بألف أغاني وأغنيها معاهم، زي اللي حضرتك شفتيه ده في الافتتاحية دي، كانت درس 45 دقيقة أول مرة يسمعوا الأغنية دي. يعني بعد ما زعقت الوزيرة قبلها. إيه أكتر حاجة مدهشة؟ يعني الأطفال دايما يعني بيبقى عندهم إحساس الدهشة كده والانبهار عالي. إيه أكتر حاجة أدهشتهم في كل ما كنت بتنقليه من معلومات عن مصر وعن حضارة مصر، سواء وانت بتدرسيهم أو لما خدتيهم مصر علشان يعني إن هم يتفرجوا على مصر وحضارة مصر؟ أكتر حاجة أبهرتهم أولاً إنه أنا كنت بقول لهم الكل بتسمعوه عن مصر وقت الإخوان، ما كنت بقعد أقول لهم ده الكلام ده مش صحيح، أنا مش كده. انبهروا لما قعدوا على أرض الواقع إنهم ما يصدقوش أي أكاذيب بدون أن يتثبتوا ده بكلام. يعني أنا خدتهم بعد الموضوع ده ونزلت 3 مرات مصر مع مجموعة تبادل طلابي، وشافوا كم التنوع والطيبة والضحك المصري والضيافة المصرية، انبهروا بالمحبة، انبهروا عكس كل ما يقال عن مصر في الخارج. فهو ده الطريق الوحيد اللي كان لازم كلنا نعمله، إنه الإنسان اللي يبقى بره يبقى قدوة أمام كل من حوله. ما فيش أحسن من الوسيلة دي إن الإنسان يشوف بعينه ويحس بقلبه ويتعامل بضميره في أي شيء في الدنيا. كنت لسه بقول في مقدمة الحلقة إنه السياسة بتحكمها المصالح، لكن الشعوب أمور مختلفة. يعني الشعوب ممكن يحصل تواصل بينها، تحب تكره، تاخد صورة ذهنية جيدة أو سيئة. اللي أنا فهماه إنه المجهود اللي بتعمليه مقدر جداً من جموع كبيرة من الشعب الألماني. كلمينا عن يعني تقدير الألمان لما تقومي به من مجهود وتكريمات عن هذا الأمر. بص حضرتك، التكريم ده ما جاش من يوم وليلة أو من عمل أو آخر. يعني أنا بقالي دلوقتي من سنة 88 وأنا بحارب فعلا لغاية ما أثبت يعني نفسي في أكتر حاجة أبهرت الألمان هو تنوع النشاط في مجالات مختلفة، إنه لم أتوقف يوم واحد عن العمل ولم أتوقف يوم واحد عن الخدمة. فإن هي دي أهم حاجة، هم بيشوفوا إن أنا عاملة 120 معرض فن تشكيلي، غنيت في كل أهم قاعات في الأوبرا، في الجفاند هاوس أوركسترا، بعمل نشاطات مختلفة، أنا رئيس مجلس إدارة مركز ثقافة المرأة في لايبسيج، بدرس من سنة أولى، يعني بكتب شعر وبلحن وبعزف بالعود وبترجم الشعر بتاعي اللي أنا بعمله بالعربي ده، هيتنشر على ديسمبر كتاب في الأشعار اللي أنا كتبها بالعربي بالألماني أول مرة. فهم حتى المكتوب بالعربي عايزين يعرفوه بالألماني. فالحمد لله أخدت جائزة إيزولدا هام اللي هي أحسن فنانة في الخمس مجالات دي، الليوريك يعني الأشعار والتلحين والبينتينج وإخراج الكتب. فبعد كده حصل احتفالية بمناسبة الوحدة الألمانية واختاروا 6 سيدات عملوا حاجة، فاختاروني مع 5 سيدات ألمانيات وعملوا في الميدان العام كل الأقوال اللي أنا قلتها. أنا كنت قايلة لهم كلمة، لو لم نفعل شيء اليوم سنعيشه غدا كأول أمس، إنه لازم الإنسان يفضل يحرك ويغير الوضع، ما ييأس من أي وضع. وزي ما حضرتك شفتي في الصور، حطوا في الميدان صورتي على شجرة ضخمة، وكان تكريم الحقيقة. الصورة اللي على الشجرة دي جميلة جدا أتخيل. الحقيقة أنا اتفرجت على صور كتير وشفت كمان شخصيات، أعتقد أنها شخصيات عامة في ألمانيا بيشتروا من المعرض، يعني من معرض الصور بتاع حضرتك. طيب يعني كلمينا بقى، أنت سفيرة ثقافية لمصر من 2008.
هي الحقيقة هم برضو في هيئة ثقافية ألمانية اختارت أجنبي عايش ببلده ولم ينقطع عن العمل من أجلها، فاختاروني كسفيرة مصر الثقافية وفتحوا لي سفارة افتراضية للثقافة وجمعت فيها، أنا عاملة 22 كتاب وكان في أفلام معمولة عليا وكده، فكنت بعمل فيها محاضرات وكنت بحكي لهم عن مصر بكل الأشكال، ومن ساعتها يعني أطلق عليا سفيرة مصر الثقافية. الحقيقة يعني أنا كنت بقول في مقدمة أنا بتكلم عن حضرتك إنه المصريين اللي بياخدوا مصر معاهم في شنطة السفر ما بيسيبوهاش، هي مصر في شنطة السفر وهم ماشيين. إيه الجديد بقى؟ إيه اللي بتفكري فيه يعني بشكل برضو اعتمادا على الإبداع الرسم والتأليف والغنى وخلافه يعني؟ والله أنا الجديد اللي أنا كان نفسي يعني أعمل يعني اللي حالياً الأجدد حاجة بعملها حالياً بمشتركة في أوبرا عايدة بشكل مختلف في متحف الفن الحديث وبغني وبكتب شعر وبمثل بالألماني في مع مجموعة ممتازة، عملنا أول بريميرا ويوم 27 و28 لعازفة هارف اسمها نعم طارق في برضو الصورة دي في الأوبرا. وبعدين الجديد بقى ممكن أقول لحضرتك آخر أشعار بكتبها اللي هي اللي أنا عايزة أنشرها مع المعارض، بحيث أنه ملحنة ولا لأ؟ هو ملحنة ولا لأ؟ هي بتتلحن، هي اسمها ستظل أوطاني، أنا هقولها لحضرتك. بتقول ستظل أوطاني، ستظل إيماني، سيظل صليبي يحضنه هلالي، بسم الله قرأنا، بسم الله كتبنا، ومحبة يسوع تبقى في وجداني، مخلوقين شعوبا نتعارف بمحبة، نحن وطن واحد نتماسك في الشدة، لا تسأل عن ديني عن صومي وصلاتي، اسألني عن عملي والرحمة في حياتي، ابحث يا إنسان عنك في كل مكان، الدين لله ولخلق الأوطان. الحقيقة يعني أنا يعني مش عارفة أقولك إيه، أنا يعني يعني بحس كده إنه في طاقة إيجابية خارجة مع كل كلمة بتقوليها، طاقة حب وطاقة اقتناع بكل حاجة بتعمليها. خليني أسألك سؤال مهم مش هقدر أبداً يعني ما أسألوش، تأثير الكاتب الكبير الأستاذ راجي عنايت في ما أنت عليه من حالة إبداع وحالة وعي وحالة تنوع في الموهبة، لأن الحقيقة أثر فينا كلنا يعني. أنا من قراءه وما زلت أذكر 30 ظاهرة خارقة حيرات العلماء، ما بقدرش أنساه يعني الكتاب ده. بص هقول لحضرتك، راجي عنايت كل جزء فيا ونفس فيا هو الفضل لي، لا يمكن أبدا. أنا لا تتخيلي حضرتك أنا لغاية آخر وقت، هو بكرة الثانوية بتاعته على فكرة يعني، فهي الفكرة هو اداني طاقة وحرية وإبداع وعلم، وأول حاجة ادها لي هي قدرة الخارقة اللي هو عنده في التسامح والمحبة الشديدة للآخر. فإن أنا أكون متربية في حضن راجي عنايت ده أكبر كنز وحساب، ما أقدرش أوصف لحضرتك مدى يعني عبقرية هذه الشخصية. وعشان كده أنا يعني وعدت أن أستمر، وعشان كده أداني طاقة في السنة دي بعد ما طلع السماء، أن أنا عدت يعني شايلة قوة غريبة جدا أنتجت كميات حاجات ولم أتوقف، ودايما أمضي منى راجي عنايت. يعني هي في الحقيقة حضرتك يعني الصورة المشرفة اللي أكيد أكيد فخور بيها، وحاسس يعني باصص عليكي كده وشايف انه انت بتعملي كل ما هو يدعو انه يبقى فخور بيكي. والله انا دايما حاسه بنفس الشيء زي ما حضرتك بتقولي بالظبط. طيب تقدري تعرفي او تحصري عدد الاطفال اللي على مدار السنين قمتي بتعلمهم معلومات عن مصر وحضاره مصر واللغه العاميه في مصر؟ يعني حضرتك احسبي 20 سنة في 500 على الأقل في السنة. ده غير الكبار. خمسمية في السنة
ده غير الكبار، ده غير العواجيز. انا هقول لحضرتك ان انا عملت مجموعات في لكل، يعني كنت بقى ماسكه اداره مكتب لكل الاعمار من سن 8 سنين ل 88 سنه. كان بيجي لي ستات عندهم 88 سنه يرسموا ويغنوا، فمفيش ابدا. يعني عايزه اقول لحضرتك كميه المجالات المختلفه والنشاطات المختلفه يعني كتير جدا. بس هي الفكرة، هو ده بالضبط اللي بيميز الإنسان هنا، إن هو ما يقعدش يقول لا ده مش مستوايا، لا ده أنا أكبر من كده. أي شغل صح، أي حاجة بتسيب بصمة في الحياة إيجابية لازم تتعمل، وما الواحد ما ينتظرش ياخد أمر أو ياخد فلوس عشان يعملها، يعملها بوزع من نفسه، من ضميره، من قناعاته، لأن ما فيش حاجة بتروح على الفاضي. يعني طبعا أنا للأسف وقتي خلص، فأنا هقول لحضرتك حاجة، أنا مش هنهي، مش هختم حلقتي كالمعتاد، هسيب حضرتك تختمي وتسمعينا جزء صغير في حوالي 30 ثانية كده عن أغنية أنا مسلم ومسيحي، نختم بيها الحلقة. أوكي. أنا مسلم ومسيحي، أنا كل الأديان، أنا أصلي من أصلك، أنا اسمي إنسان. أنا مسلم ومسيحي، أنا كل الأديان، أنا أصلي من أصلك، أنا اسمي إنسان. أحلامي أحلامك وكلامي، ده كلامك أنا، أحلامي أحلامك وكلامي، ده كلامك حنحرر أفكارنا ونجدد أهرمنا حقك يا إنسان. كنايسنا وجوامعنا بالحب هتجمعنا، كنايسنا وجوامعنا بالحب هتجمعنا، مد ايدك ادي ايدي، ده انا عيدك هو عيدي، مد ايدك ادي ايدي، ده انا عيدك هو عيدي. انا مسلم ومسيحي، انا كل الاديان، انا اصلي من اصلك، انا اسمي انسان. أنا أصلي من أصلك، أنا اسمي إنسان. بشكرك جدا جدا جدا. أنا العاجزة عن الشكر، وسعيدة جدا جدا بهذا اللقاء، وأتمنى لحضرتك كل النجاح والتوفيق، ونحب كلنا مصر. أكيد أكيد، أشكرك جدا وتشرفت بحضرتك، وأكيد هيكون لنا لقاء تاني. مشاهدينا كالعادة الوقت معكم بيمر بسرعة، والقعدة وسطكم ما تشبعش منها. بكرة حلقة جديدة، وأنا أشوفكم الحد الجاي.